ايفنتين في بعض، بس احنا عشان احنا العامل المشترك في الايفنتين فحبينا ندمجه بحاجه كبيره وعظيمه. الايفنت الاولاني كان هو عباره عن ماراثون بالتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه، وشرفنا الدكتور اشرف صبحي، وبالتنسيق مع وزاره التربيه والتعليم والاتحاد المصري للدرجات والاتحاد المصري للرياضه المدرسيه، ان احنا نعمل ماراثون نوجه بيه رساله لاعضاء النادي وللمجتمع عموما وللشباب، ان احنا لا نمارس الرياضه وان رياضه الدرجات دي حاجه كويسه، وان احنا بقى في السلوك الرياضي وانك تصحى بدري. ده الجزء الاولاني من الايفنت. وعندنا بروتوكول مضينه مع اليونيسف، وطبعا حمله ضد التنمر دي من الحملات المشهوره جدا من ضمن برنامج اليونيسف. قلنا ليه ما ندمجش الاثنين مع بعض ونبقى نعمل حمله كبيره جدا، بما ان النادي الاهلي قاسم مشترك ما بين الاثنين. والحمد لله بدانا هنا من الساعه 7 الصبح متواجدين، وعملنا الماراثون كان شكله يعني كان جميل جدا، والاعداد كانت فوق ما احنا كنا متوقعين. دخلنا بعديها هنا النادي، حضرنا عن ليكتشرز وهو محاضرات بنديها لاولياء الامور وللمدربين بصفه خاصه، اللي هم الناس الكبار، اللي هو ازاي تتعامل نفسيا مع طفلك، او لما بتلاقي ان في تنمر معين بيحصل في النادي او في المدرسه ازاي تتعامل معاه، عشان الاب والام يبقى قادر يتعامل مع ابنه ويطلع ولد شخصيته سويه نفسيا سوي. فاحنا زي ما النادي الاهلي بيركز على الحته الرياضيه وان احنا نمره واحد في الرياضه، لكن الرياضه من غير سلوك نفسي منضبط، من غير اخلاق منضبطه، من غير انك تبقى سوي نفسيا وذهنيا، هيطلع شاب مشوه. فده اللي احنا كنا حريصين عليه. دلوقتي اللي شغال دلوقتي طبعا المحاضره الثانيه اللي خاصه بالاطفال، عن طريق حكايه بتتحكي للاطفال بتقول لهم ايه هو التنمر وازاي يواجهوه وازاي يبقى عندهم الشجاعه ان ده يتعاملوا مع الموقف عشان يبقوا اسوياء، وان هم ما يبقاش في عندهم العقد النفسيه اللي